هذي اوتوماتيكمون جينا فارس الاستوديو ديالو. يعني هادشي شنو كيعني؟ نشوف شو بدنا نعمل في الرضا هادشي. شوف الاستوديو فين كاين، اوتوماتيكمون كدور كتلقى الغرفه ديالو. شوف فاش كتدخل الغرفه ديال الفوتوغراف الصور فين ما كانوا. شوف 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 كيفاش كتقدر تنام هنا؟ هذا هو السؤال. بنت انا نام عادي. شوف بطل يعمل فيلم. كينام وكيشوف العالم كامل. ها شوف ها كينام وكيتعلم الجغرافيا. خلاص الله ينعل ابو الميك اب. شوفوا السيت اب ديال فارس. شوف 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 قلبي الصغير راه يتحمل. Hey Siri. Uh-huh. I love you. I think you're pretty great too. Hi Siri. I love you. Siri. Siri. I love you. I love you. كما شفتوا دابا وصلنا الليل في الاردن وباقي ما دخلناش للوطيل. علاش؟ حيتاش الاردن دار تحضر التجوال حتى ل 11 الليل، يعني تقريبا الكورونا في الاردن مشات. كتقولوا لي علاش اريده صبغتي شعرك بالازرق؟ عندي جواب واحد، فيديو جديد غدا ما غنزيد حتى كلمه. فيديو جديد غدا. يا سامي وباكي تلاسو بقى عامر. ايش تلاسو تشوف؟ سلام سامي. ها كان انسان محترم وصراحة توحشنا. يا ربي ما ترجعش يا سامي. يا ربي ما ترجعش يا سامي. اخيرا كملت تصوير ديال الفيديو الجديد اسطاري، حلقة واعرة واعرة بزاف تسناوها. حاجه اخرى اللي عجبتني انني ملي مشيت نتقطع كيجيو عندي بزاف ديال الناس اردنيين يسلموا عليا، كيعرفوني، كيتصوروا معايا بزاف بزاف. وانا نهار بديت ما كنتش نتوقع حتى مني غنخرج من مدينتي غيعرفوني الناس. لا هذه المره في دوله اخرى كيعرفوني الناس. صراحه نعاود نحفز اي واحد عندك شي حاجه امن بها وبقى عاد فيها، يدوز عام يدوز عامين يدوز 3 سنين ربي يجازي. اجي والله ما رديت البال باللي ولينا مليون ونص. نجي نرجع بتفكيري شويه للور، قبل بثلاث شهور كانت عندي 270,000 متابع، دابا مليون ونص. احب اخر مره غنوضح هذه المعلومه. هذه الاشاره كتعني اي لوف يو، كتعني احبك، كتعني جدام بلغه الاشاره. هذه الاشاره كتعني اي لوف يو. ماشي هذه الاشاره، هذه كتعني اي لوف يو. يعني الا درت لك هذا الايموتيكون كتعني اي لوف يو. مازالنا مش عارفين نمشي نشوفوا الغرفة الخاصة الصحية. أول مرة نشوف مطار تونس والفراغ، هذا كنا كنحلى نروح يجي يجي تكون بيتي جمعتين الجايين الكل. المهم غدا نعملكم روم تور كاملة تو باش نموت بتعب، لازمني نحط دبشي نعمل دوش وبعد نحكي معكم. هاي من اكثر النهارات المتعبين في حياتي، ما صدقتش شنو صار. المهم كما وعدتكم غدوه باش نكمل نفسر لكم كل شيء، نعمل لكم روم تور. اما حاجه اخيره نحب نحكيها لكم قبل ما نرقد، موعد اخير باش ناخذه معكم اللي هو لايف. غدوه عنا لايف، لايف اذا بنت وبس على انستغرام نانا، باش نحكيو فيه على الصعوبات، على التحديات اللي تعيشوا طفله في حياتها اليوميه، على ما باش نحكيو هكا شويه ديب. نحكيو في مواضيع مثلا شنو انت صعوبات اللي واجهتها في حياتك، ولا شنو الحاجات اللي تحب توصلهم في حياتك. حاسين باش نحكيو برشا 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 برشا، ونحبكم تخليوني في البوكس هذا تحدياتكم انتوما اليوميه.
والهدف متاع اللايف هذا انه باش نحكيو هكا ديب اكثر، باش نحكيو اكثر في المواضيع الحساسه هذه. مثلا انك تعرف العبد، مثلا انا كي باش نحكي على روحي نقول حبيت نكون يوتيوبر وملول تعبت، ملول عبيد قتلي لي ما تبطلش قرايتك وبعد شدي صحيح، فهمت انا حاجات كي من هكا. اما نحب ناخذ امثله اخرى، نحب نشوفكم انتوما شنو حبيتوا تعملوا في حياتكم، شنو الحاجات اللي واجهتوها. دونك هذوما نحبهم تكتبهم لي في البوكس ونقراهم غدا في اللايف، واي هوب زيدا نخرجوا بعبره مزينه من اللايف هذا. اي كانت ويت انا غدوه الغدوه صباح نهبط لكم العدد التنازلي متاع اللايف وسيو وتوبش نهبط في سبيت عميق. النور كيما وعدتكم باش نعملكم روم تور وبعد باش نعطيكم راي، راي ما يفرحش برشا. باهي قلنا لكم بالمدخل، انا يعني طوف المدخل هوني، فما الخزان، فما التواليت والدوش. هذا الدوش البارح اللي كنا ننظف فيه باش نجمت ندوش، زودنا على المحله شويه حاجات متاع تنظيف. وهذه البيت هوني حطيت كريبشي، هذه الفرش. البارح رقدت كان حطيت مريول على المخدة حسيتو، وهذا عشي البارح. وهوني البلكون طيشت حاجات المصفى غديكا. اخر حاجة باش نفكركم بلايف اليوم على كونت نانا اللي قدركم باش نحكيو على تحديات والصعاب متاعكم. ديجا قاعدة نشوف في حاجات اللي كتبتهم لي في البوكس ونختار منهم باش نحكيو في برشا مواضيع، وحطوا الداتا دي ما تنساوش. راهو الحجر الصحي في تونس بلاش، معناها يتلهو بيه كي يسكنوك يوكلوك بلاش، وهذي حاجة ياسر قوية بالنسبة للدولة التونسية وفرحانة بيها على الاخر اتليست. فوالا ومع الفيو هذايا شوفوا شكون. صباح الخير، اش قولك في الفراق والمسافات؟ هذه ديستنس ريليشن شيب، 10 متر ديستنس ريليشن شيب تاع كل واحد في بلاد. انا قريب لبعضنا ما نجموش نشوفوا بعضنا. وي بيناتنا بيت مسج، هاني نطلع عليك من البلكون. روميو روميو باهي ستوريز متاع الصباح فسختهم، خاطر برشا ناس ما فهموش اللهجة اللي مش بتوانسة وكل. اما خبر يفرح، فما شكون كلموني من الاوتيل، فما شكون كلموني من ستاف متاع تعقيم وحبوا يفسروا لي. اخي انا قلت يفسرولكم ليكم متاع عسلمة. باهي الحمد لله، شنو احوالك؟ الحمد لله. قولي كيما فسرت لي ميساج فسر لهم. البارح انتم جيتونا ساعة وحاجة، مرحبا بكم. عايزك ميرسي. انتم البارح جيتونا 56 عبد. يس. اوكي من عمان وبيروت. باهي الاجراءات البارح اللي شفتوهم الكل رامون مش هذوكم معناها الخدمة نتاعنا. فهمت. الخدمة نتاعنا تبدا من اليوم. اللي هو التفريغ في المواد التنظيف. نتهيو بكم ناخذ المتطلبات نتاعكم. اوكي. واي حاجه بطبيعه باش تستحقوها باش تلقاوها ان شاء الله. بل كما قلت لكم لوتيل راه كان مسكر، راك سيدي راهي حاجه باهيه. حاجه تفرح. اي تفرح لي انتم اول عباد سكنتوا فيهم. والبيوت راهو معقمين، مي كي تعقم راهو نعقموا قبل ب 24 ساعه. فهمت؟ انا البارح كان تشيكين وتوا باش يوصلونا الحاجات اللي ناقصتنا الكل. ديجا كيما جاكم خبيرك زميلي المستلزمات نتاعي انا. وان شاء الله ديما باش نوليو هكذا وان شاء الله نكونوا اوكي. ميرسي بوكو. نعملكم تلخيص على اللي صار. كان بحذا سيف اللي هو لهي بإكيب ولا فريق التنظيف فريق التعقيم وكل شيء، فسر لي الإجراءات. هناني الحق تاع ربي، خاطر من كيما شفتوني صباح كنت خايفة، توا عطاني كل شيء فسر لي. فسر لي انه البارح كان الاجراءات متاع دخولنا الاوتيل كهو، اليوم يبداو يعطونا المعاقمات، يعطونا الجافيل، يعطونا الحاجات اللي ناقصتنا ومستلزماتنا وكل شيء. وكلموني زيد الاوتيل اللي باي ذا واي الاوتيل وفريق التعقيم
يعني الأوتيل وفريق التعقيم كل حاجة مستقلة على الأخرى، كل حاجة تخدم وحدها. وحكولي إنه الأوتيل هذا حل بالذمة خصوصي لنا إحنا، للناس اللي جاي باش تعمل حجر صحي، يعني ما كانش فيه متساكنين، يعني ما نخافوش.